اليوم الفرح المغربي فرح كبير وكبير وكبير جدا، كبير جدا. الشعب قرر عدالة تكم، الشعب قرر عدالة تكم، الشعب قرر العدالة تكم، الشعب قرر العدالة تكم. فعلا 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 الشعب اللي هو من إرادة الله سبحانه وتعالى في الكون وفي الوجود قرر، لأنه منذ الاستقلال إلى اليوم جميع الحكومات اللي كانت كتشكل كانت كتجيب ظروف الشعب فيها غائب، الشعب مغيب إما بالتحكم والاستبداد وإما بالفساد الانتخابي اللي كان دائما الصندوق ديال الانتخاب ما كيطلعش شكون هما الناس اللي فعلا الشعب اختارهم باش يكونوا. اليوم الحمد لله من بركات الانتفاضات الشعبية في العالم العربي، كانت هذا الربيع الديمقراطي العربي، اليوم فعلا الناس اللي كانوا كيزوروا انتخابات وكيفسدوا انتخابات واللي قبل هذه الأحداث ديال العالم العربي الثورات قبل كانوا دائما كيتلعبوا انتخابات، وآخر ما تعرفون هو ما وقع في 2009 و2009 وما كان يعد له ما كان يعد له في 2012. كلنا كنا كنستعدوا ل 2012 للصدمة، كان الشعب المغربي كيتسنى في 2012 صدمة سياسية خطيرة اسمها إعداد حزب إداري سلطوي مشؤوم لكي يحكم المغرب. ولكن الله سبحانه وتعالى بإرادته المطلعة والخبيرة بأحوال هذه الشعوب المستضعفة بعث إنسانا بسيطا في أقاصي تونس البوعزيزي رحمه الله لكي يشعل في ثياب هذه الأنظمة الفاسدة ثورة شعبية لم تتوقف بعد. ولذلك اليوم الخوف انتقل من صدور الشعوب إلى صدور الأنظمة، الخوف انتقل من صدور الشعوب إلى صدور الأنظمة، إلى صدور الحكام، الطبقات الحاكمة. اليوم فعلا الشعب المغربي ما بغاش يعمل اللي وقع في تونس أو ليبيا أو مصر أو سوريا أو ما شابه. الشعب المغربي بذكائه فطنته اختار غير المسار بطريقة سلمية عبر ثورة الصناديق، وذلك اليوم بحمد الله الشعب المغربي تنفس السعداء. الشعب المغربي اليوم تنتظره حكومة شعبية أنتجها بصناديق الاقتراع ليس من أبناء الطبقة الحاكمة. اليوم إن شاء الله غتكون عندنا أول حكومة الناس يشعروا بأنها هذا الحزب ديال العدالة والتنمية تحارب للتخلق، تحارب في الانتخابات. آخرها كما قلت ما وقع في الانتخابات 2009 الجماعية اللي في ظرف وجيز هذا الحزب السلطوي المشؤوم اليوم المغاربة كيردوه واحد الرتبة واحد التقاطر. ولولا لغة المال الحرام، لولا لغة المال الحرام ما كانش يكون عندهم مقعد واحد، لأن الشعب كيعرفهم مزيان وكيعرف أساليبهم وممارستهم وفسادهم السياسي والأخلاقي والاقتصادي. العدالة في الحكومة والفساد في الحمامة، عدالة في الحكومة، العدالة في الحكومة والعدالة في الحكومة، العدالة في الحكومة. إخوان أخوات الجمهور الكريم، احنا في حزب عدالة والتنمية ما كنهنئو حتى شي نائب برلماني عنده شبهة فساد مالي، ما كنهنئوش أي واحد عندنا عليه شبهات ديال توزيع المال وشراء الضمائر والدمام، بل نحن إن شاء الله مستعدون ومصممون لكي نواصل معركة تحرير العقل المغربي والإرادة المغربية والإنسان المغربي من براثن الفساد والاستبداد. احنا واكدين واثقين لو كون ما كانش المال الحرام كان العدالة والتنمية اليوم يجيب 250 أو 1300 مقعد
لأنه المغاربة كيميزوا، ولكن قبح الله الجهل، وقبح الله الفقر، وقبح الله الجبن، وقبح الله سلوك طبقة مثقفة متعلمة تتفرج على شعبها يبيع فيه ويشتري الناس الفاسدون. نحن في حزب العدالة والتنمية أيها الجمهور الكريم، أول رسالة أحيي من خلالكم سكان مدينة الرشيدية لتوجوا حزب العدالة والتنمية في هذه الاستحقاقات، وأعطوها الرتبة الأولى بفارق كبير 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 جدا عن الرتبة الثانية. هالتويج بالنسبة لنا هو تكريم وتشريف وتكليف من أجل مواصلة معركة يعني التنمية في المدينة، وتحرير هذه المدينة من لوبيات الفساد والاستبداد وما يعرف في ثقافة الشعبية الناس القمارة اللي عوض يمشي يبيعوا ويشريوا ويمشي يمارسوا التجارة والصناعة الحرة والنازية والنظيفة، كيدخلوا للسياسة باش ينهبوا المال العام. حزب العدالة والتنمية فهم الرسالة، انتم نحتاجوا الى الثقل والامانه ديال تمثيلكم في البرلمان ديال الشعب، اللي اليوم غادي يكون ان شاء الله حزب العداله والتنميه راسا للحكومه وبوزرائه وعماله وولاته ان شاء الله. الشعب عن الشعب المستضعف، عن الرجال والنساء والولدان الذين قال فيهم الله تبارك وتعالى لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء المغاربة نساء ورجالا فقراء مستضعفين يشكلون اليوم أزيد من 8 مليون ديال المغاربة فقراء بفساد الفاسدين وظلم الظالمين ونهب الناهبين وإجرام المجرمين. حزب العدالة والتنمية اليوم يهنئكم كما توجتموه على مستوى الرشيدية، وصلتوا الفريق اليوم ديال العدالة والتنمية، الفريق النيابي اليوم كنتسناو إن شاء الله غدا على النتائج النهائية بأزيد من برلماني وبرلمانية، لأنكم إن شاء الله أمناء على مصالحكم، على قضاياكم الوطنية العالية والعميقة المرتبطة بخبزكم وصحتكم وتعليمكم وكرامتكم. العدالة والتنمية اليوم في الميدان في موقع القرار رأسا للحكومة ووزراء ومسؤولين في مؤسسات عمومية. العدالة والتنمية على الموعد، وإن شاء الله لن نخلف الموعد، سندافع. المعركة الحقيقية ستبدأ الآن، المعركة ستبدأ الآن، معركة وقف والضرب على يد ناهبي المال العام، على المفسدين، أصحاب اللوائح السوداء في العقار، في الصفقات، في الأبناك، في الشركات، في كل هذه الأمور اللي مرتبطة بالفخر للشعب وبالخصاص للشعب اللي كيعانيه الناس طلابا ونساء وموظفين وطبقة متوسطة ورجال أمن وكل هذه الشرائح المغربية المستضعفة المسحوقة تحت ظلم الظالمين وحكم الحاكم الفاسدين. العدالة والتنمية اليوم توجتموه في مدينة الرشيدية وأرسلتموه إلى البرلمان إلى أول مجلس نواب بعد دستور 1 يوليوز. نحن إن شاء الله على العهد أن ندافع عن مصالحكم وقضاياكم بالاستقامة والنزاهة المطلوبة شرعا ودينا وعقلا ووطنية وكرامة إنسانية إن شاء الله. من هذه الرسالة الأولى لسكان الرشيدية، أصواتكم ما ضاعتش. حسن عوان اللي صوت بطريقة بائسة مفلسة، واليوم كيشوف المغاربة توجد العدالة والتنمية بلا ريال بلا جوج بلا سلطة بلا ترهيب بلا أي ضغط. العدالة تحكم، الشعب قرر.